هي مبادرة للتوعية حول موضوع السلامة المرورية للمشاهد، وهي بترتكز على مرحلتين. أول مرحلة التوعية مع تلاميذ المدارس، المرحلة الثانية كانت يشتغلوا تلاميذ بفرق صغيرة مؤلفة من 3 لـ5 أشخاص ليطلعوا برسمات حول موضوع السلامة المرورية للمشاهد، تشجيعا منا للإبداع، ومن خلاله يقدروا يعبروا عن مفهومهم لهذا الموضوع اللي هو كتير مهم. عدد المدارس زاد بشكل كتير كبير، عدد الطلاب، وكان في حماس زايد اكتر لانه السنه كان عم ينعمل حلقات توعيه مع الطلاب مش بس تدريب الاساسي. واهميه هذا الموضوع هي الاستمراريه والاستدامه من خلال خلق سفراء للسلامه المروريه داخل المدارس، وخلق انديه سلامه مروريه داخل عدد المدارس اللي حيبلشوا نشاطات بالمطلع العام المقبل. انبسطنا كتير لأنه عن جد أخذنا البروجي كتير جدية وشغلنا كتير لحتى نطلع بالفكرة وننفذها ونخلصها وكل شيء.